عسلامات ويسا، شنو احوالكم؟ مش عامل فيكم البرد؟ احنا البرد اش نموتوا بالبرد في اوروبا، كيف الثلج شفتوا وراي، الثلج ثلج وبرد على الاخر نرعشوا بالبرد. اما عملت دورة في المواقع الاجتماعية شفت تويزة يرعشوا، اما مش من البرد، يرعشوا من الخوف، الخوف 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 من داعش. يا حبيني يا حبيني على داعش باش ترجع لنا، وشو باش نعمل، شو باش يجرى فينا. حاسين وش نقولكم يا تويزة، كوراج كوراج، اما سختو لازمكم تتشجعوا، واحد يقول في نفسه أبخيتو داعش مياش أقوى منا، مياش أقوى منا داعش. شنوما إذا عندهم سكاكن احنا زاد عنا سكاكن، إذا هما عندهم السيوفة احنا زاد عنا السيوفة، إذا هما عندهم القنابل احنا نجم نشيو القنابل، إذا هما يضربوا احنا نعرفوا نضربوا زادة، إذا هما يذبحوا حتى احنا نذبحوا زادة. شو المشكل؟ احنا كلنا دواعش في بعضنا، داعش ما تقوش علينا، احنا الدواعش في بعضنا، داعش في داعش. Donc c'est pas la peine de, il faut pas paniquer, il faut pas, on se calme, keep calm, keep calm, on se calme. Ou bien je me dis à ceux qui m'ont habillé, ils ont choisi de faire comme tiens, من قوى استعمارية. قالوا شنو قوى استعمارية؟ فرنسا وإسرائيل وأمريكا وإنجلترا. وقالوا شنو بيش يعملونا خلافة مولة بفلوس الاستعمار؟ تصورش خلافة مولة بفلوس الاستعمار، هذه مش خلافة، هذه خلافة من الخلف. أنا كمان عندي الحل لكم انتم، عندي حل خارق العادة. ما هو حلف الناتو هو اللي هزهم التوانسة ولا هو جاهم وعطاهم الفلوس ومولهم وخرجهم وخطبهم وعرس بيهم؟ دونك جاهم قالهم أني جاي خاطب راغب في حبة الحساب والنسب، وخذاو دونك السلعة متاعهم ومشاو. تو عندهم 5 سنين مع بعضهم. دونك احنا التوانسة احنا دار البو، دونك دار البو شنو يقولوا؟ إذا هما إذا حلف الناتو يحب يرجع لك السلعة متاعك، بقول له احنا ضربوا، نقول لهم لا احنا ما نقبلوهاش، ما نقبلوش العروسة، ما نقبلوهاش العروسة، على خاطر ما يجيش بعد 5 سنين تلوح مرتك وصغارك، ما يجيش منو يا سي حلف الناتو. دونك فات المشكلة، يمشي حلف الناتو يدبر لهم حل، هو اللي هزهم، هو اللي يجيبهم، هو اللي يدبر لهم حل. دونك حلف الناتو يجيش، عيب عليك يا حلف الناتو، 5 سنين 10 وتلوح المرأة وصغارها في دربها، هكي يجي هو، يا ندابة يا ندابة يا حبينا عليك.